السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في الجانب العملي من مادة الصيدلة الصناعية الاندستيريال فارماسي 1. بالبداية أحب أعرفكم بنفسي، معكم الصيدلانية سهير مرتضى، خريجة كلية الصيدلة جامعة البصرة العام الدراسي 2007-2008، حاصلة على شهادة الماجستير في مادة الصيدلة الصناعية الاندستيريال فارماسيوتيكال ساينس from Brighton University United Kingdom. راح آخذ وياكم الجانب العملي من مادة الصيدلة الصناعية، واليوم راح أعطيكم المختبر هو البودر فلو. طبعا البودر فلو موضوع كلش مهم وأهميته راح تعرفوها بالسلايدات الجاية. فبالبداية أعرفكم على الكونتينت، راح ناخذ introduction to powder and powder flow، راح ناخذ definition على البودر وعلى البودر فلو، بعدين راح ناخذ the reason for producing freely flowing powder، يعني ليش أنا أهتم إنه يكون البودر عنده high flowability أو free flowing powder. راح ندرس ال particle properties وال bulk flow، راح ناخذ ال factors اللي تأثر على ال flowing of powder and how can improve of powder flowability. راح ناخذ method of measurement powder flow and procedure for flow measurement. أول شيء راح ناخذ introduction to powder and powder flow. As a definition, powder are particles of the same or different chemical composition. دائما ال particle size مالتها يكون مالت ال particles less than 1000 micrometer. وال powder يختلف عن ال granules. ال granules هي عبارة عن مجموعة powder particles تكون ال particles adhere to each other to form large multi-particle entity. High large multi-particle entity يسموها الجرانيولز، دائما السايز مالتها يكون more than 1000 micrometer. هسه نجي على أهمية الفارماسيوتيكال يوز مالت البودر to produce solid dosage form اللي هو tablets and capsule. هسه أجي على البودر فلو. البودر فلو is one of pre-formulation parameters. أخذت pre-formulation وعرفت شنو أهمية pre-formulation اللي هي الستيبس اللي تكون before preparation or before manufacturing and formulation of drug. pharmaceutical scientists يدرسون physicochemical properties مال الدرج، حتى إذا بيفد problem يحاولون إنه يسوي له modification and improvement قبل لا يصنعون الدرج. فهاي المراحل يسموها pre-formulation process. فواحد من البارامتر of pre-formulation هو powder flow. هسه ننتقل على a reason for producing a free-flowing powder. يعني أنا ليش أريد البودر يكون freely flow؟ يعني دائما الفارماسيوتيكال ساينتست من يجون يدرسون البودر دائما يهتمون انه يكون البودر عنده هاي flowability، ودائما إذا كان عنده بور flowability يحاولون انهم يحسنون flowability مات البودر بطرق راح نشرحها بعدين بالاستعدادات القادمة. فشلون الفلوبلتي على ما راح يأثر؟ الفلوبلتي راح يأثر على الفولنج مات التابلت ماشين والكبسول ماشين. يعني إذا كان الفلو مات البودر يونيفورم from powder container أو from hoover to the tablet machine أو to the die of tablet machine أو to the capsule filling equipment راح يكون uniform بالweight from tablet to tablet أو from capsule to capsule، وبالتالي راح ينطينا uniformity بالweight، يعني ما راح يصير اختلاف بالweight من tablet إلى tablet ومن capsule إلى capsule. بعد إذا كان البودر عنده uniform بالflowability uniform flowing راح يكون العملية الفلوينج reproducible. يعني شنو؟ يعني تكون بصورة مستمرة.
راح يكون عملية الفولينج مات المشين مات التابلت أو مات الكبسول راح تكون reproducible، وبالتالي راح تحافظ لي أنه يكون عندي content uniformity from tablet to tablet, from patch to patch, from capsule to capsule. إذا كان البودر عنده poor flowability راح يسوي air entrapment، يعني راح تخلله جزيئات الهواء، وبالتالي راح تؤدي إلى مشاكل أو problems تظهر بالتابلت مثل الكابينج واللامينيشن. الكابينج اللي أقصد بها مثل هذه الصورة، يعني راح تنفصل الأوبر لاير واللور لاير from the tablet. اللامينيشن لا، راح تنفصل الطبقات من التابلت horizontally from the tablet إذا كان البودر عنده poor flowability. إذا كان البودر poor flowable راح يأثر على أنه يزداد الفراكشن between ال particles and a dye wall، بالإضافة إلى أنه راح يزداد dust contamination risk، وهذا فد شيء كلش خطر بالنسبة للأدوية اللي تكون toxic drug مثل ال cytotoxic drug مثل chemotherapeutic drug. خلال ال powder transfer راح يزداد risk of dust contamination risk خلال ال pouring أو خلال ال powder transfer. إذا كان الدرج هو fine powder، إذا عندي درج يكون fine powder particles، أي درج يكون fine powder particles راح يكون عنده poor flowability. why؟ لأن ال fine powder راح تكون عندها high surface area، إذا كانت عندها high surface area يزداد ال contact between the particles، من يزداد ال contact يزداد ال interparticular forces اللي هي fractional forces، cohesion والadhesion forces اللي راح نشرحها بالسلايدات الجاية. من يزداد الforces قوة التلاصق والتماسك between the particles راح يأثر بصورة سلبية على flowability، وبالتالي راح يزداد الadhesion والcohesion between the particles and the dye wall، وراح تسبب لي مشاكل مثل قلنا هي dust contamination risk during powder transfer. بعد راح يأثر ليش احنا نريد البودر يكون فريلي فلوني، ان كثير من الاندستريال بروسيسز يعني تحتاج انه البودر موفمنت اوف بودر فروم وان لوكيشن تو انذر مثل البورينج السيفينج ميكسينج دراينج، كل هاي البروسيس تحتاج انه يكون البودر فريلي فلو. هسه انتقل الى الـ particle properties and bulk flow. اجي على الـ adhesion والـ cohesion forces. دائما بين الـ particles اكو فد forces اللي هي fractional forces يسموها الـ cohesion والـ adhesion forces، قوة التلاصق وقوة التماسك. الـ cohesion forces دائما تكون between like surface او between like particles. The adhesion forces تكون بين different object or between different surface مثل ال force اللي تكون between two different particles أو اللي تكون between particles and hopper wall or dye wall. The cohesion وال adhesion force هي عبارة عن van der Waals force. دائما ال cohesion وال adhesion force تزداد بكلما ازدادت الـ surface area، يعني من تزداد الـ surface area يزداد الـ contact between the particles، من يزداد الـ contact يزداد الـ interparticular forces اللي هي الـ cohesion والـ adhesion force. الـ humidity دائما تأثر على الـ cohesion والـ adhesion force، شلون؟ تزيدها لو تقللها؟ تزيدها، ليش؟ لأن الـ humidity تسبب sticking مع الـ particles together. من يصير sticking الـ particles مع بعض راح تزداد الـ contact between the particles، وبالتالي تزداد الـ cohesion والـ adhesion force أو ما يسمى بالـ fractional force.
سننتقل إلى ننتقل إلى الـ angle of repose. من أجي أسوي pouring للبودر from powder container or from hopper على فد horizontal surface. رح ينزل البودر ويكون ما يسمى بالكون like pile، يعني فد كومة أو تل تشبه المخروط، أو كون like heap، فالتكون يشبه الكون يشبه المخروط. فهاي الأنجل أو الزاوية المحصورة بين side of heap بين side of heap and horizontal surface هي يسموها الأنجل of repose، وطبعا هي تعتبر one of the measurement of powder flow، واحدة من الطرق اللي يقيسون بها البودر فلو. دائما احنا البودر بيت، يعني البودر بالكونتينر يكون في حالة من الإكوليبريم، في حالة من التوازن between two forces. الفورس اللي promoting powder flow اللي تحفز البودر حتى يصير له فلو اللي هي يسمونها driving force، وبين الفورس اللي prevent powder flow اللي يسمونها drag force. دائما حالة من التوازن between driving force الفورس اللي تشجع البودر حتى يصير له flowing، والفورس اللي يسمونها drag force اللي تمنع البودر من انه يصير له flowing. فالانجل اوف inclination يعني زاوية الميل مع البارتيكلز تعتبر one of driving force، يعني هي الوحدة من الفورس اللي تسوي promoting للflow of powder. فإذا كانت الانجل اوف inclination more than fractional force، يعني تتغلب على cohesion والadhesion force between the particles، راح يصير sliding of the particle، راح يصير تدحرج السلايدات يعني واحدة فوق الثانية، أو rule one over the another. أما إذا كانت angle of inclination يعني زاوية الميل مالت particles أقل من fractional force يعني cohesion والadhesion force between the particles، يعني أكثر قوة التماسك والتلاصق أكثر من زاوية الميل مالت البارتيكل، راح البارتيكلز تتوقف عن السلايدنج، stop to sliding، يعني ما راح يصير لها انزلاق أو تدحرج مع بعضها، وبالتالي ما راح يصير لها flowing. فهذا البالانس between the force اللي هي الدرايفنج فورس والدراج فورس هي اللي راح تكون مسؤولة عن البورد of powder from container into the horizontal surface to form heap اللي هو هذا التكوم اللي يكون كون like heap. هاي الانجل اللي تتكون between the side of heap and horizontal surface نسميها angle of repose، اللي هي وحدة من طرق المجرمنت مع البودر فلو. هسه أجي على أنه إذا كانت الفاليو مات الأنجل أوف ريبوز عالية، معناتها شنو؟ معناتها أنه البودر يكون كوهيسيف، يعني قوة الفراكشنال فورسز بتوين ذا بودر بارتيكلز معناتها عالية، الكوهيجن والأدهيجن فورس بتوين ذا بارتيكلز معناتها عالية، معناتها البودر شنو عنده؟ عنده بور فلوابلتي. أما إذا كانت الفاليو مال الأنجل أوف ريبوز قليلة، معناتها البودر it is no cohesive، يعني ال fractional forces between the particles تكون قليلة، وبالتالي معناها البودر يكون عنده good flowability. هاي if the material is not cohesive، يعني كانت ال fractional forces between
the particles and cohesive adhesive forces إذا كانت قليلة راح يكون البودر free flow وبالتالي راح يكون low heat يعني الهيت ما راح يكون steep ما راح يكون حاد ما يكون عالي يكون low heat. أما إذا كانت الماتيريال كوهيسيف يعني قوة التلاصق وال يعني متماسك بين البارتكلز راح تكون عالية معناتها إنه البودر يكون الفلوبلتي مالته قليلة وبالتالي راح يتكون عندنا هاي هيب لأنه البارتكلز بيناتها كوهيسيف فورس. هسه ننتقل إلى قلنا انه البودر اذا كان البودر بيت بالكونتينر مالته يكون في حالة equilibrium between the force responsible for promoting of powder flow اللي هو driving force و between the powder that preventing powder flow اللي هو drag forces. هاي الفورسز يعني ممكن انه يسوي لها modification او control ممكن نزيد او نقلل من هاي الفورسز by control of particles properties مثل ما ممكن نسوي alteration بالsize بالshape بالdensity مال البارتكلز راح تأثر أما بصورة سلبية أو إيجابية على الdriving force أو الdrag force. الdriving force الforces اللي تسوي promoting of powder flow مثل ما gravitation force يعني الجاذبية الأرضية mass of particles angle of inclination زاوية الميل مات البودر بيت بعد ميكانيكال فورس. الدراج فورس اللي هي الفورس اللي تمنع البودر فلو مثل الادهيسيف فورس الكوهيسيف فورس يعني الفراكشنال فورسز الميكانيكال انترلوكينج اند سيرفيس فورسز. سيرفيس فورسز نقصد بها الالكتروستاتيك فورسز اللي دائما تتكون اذا كان اكو تشارج على السيرفيس فراح تتكون عندنا نوع من الالكتروستاتيك forces موجودة على السيرفس مال البارتكلز والإلكتروستاتيك الفورس مالت البودر كونتينر بالإمكان إنه نمنعها by connection to the earth حتى نقلل الإلكتروستاتيك فورسز. هسه اجي على الفاكتورز اللي ممكن تأثر على البودر فلو عفوا. فاكتورز ذات افكتنج بودر فلو شنو اللي يأثر على البودر فلو؟ اول شيء البارتيكل سايز. شلون تأثر البارتيكل سايز على البودر فلو؟ قلنا كل ما قل السايز مالت البارتيكلز يعني كل ما كانت البارتيكلز فاين راح تزداد السيرفيس اريا من تزداد الـ surface area يزداد الـ contact between the particles من يزداد الـ contact يزداد الـ interparticular force اللي هي fractional force يزداد الـ cohesion والـ adhesion forces وبالتالي يأثر بصورة سلبية على الـ flowability of powder. وعلى العكس إذا كان الـ particles large راح تقل الـ surface area من تقل الـ surface area راح تقل الـ fractional force وبالتالي يصير improvement للflow properties. بس مو دائما انه اذا زاد الـ size مالت البارتكلز راح تتحسن الflowability. ليش؟ يعني في بعض الاحيان من يزيد الـ size مالت البارتكلز ممكن يكون الـ surface rough واذا كان الـ surface rough راح يصير يعني فد راح تزداد الـ interparticular forces إذا كان الشيب rough أو irregular من يزداد الفورسز راح يأثر بصورة سلبية على الفلوبلتي. أو ممكن إذا كانت يعني البارتكلز السايز مالتها كبير جدا ممكن يسبب بلوك للأورفيس مالت المشين يعني ممكن يسبب فد خلل أو فد عطل للمشين سواء كانت تابلت مشين. البارتكلز شيب شلون راح يأثر؟ The particle shape يعني إذا كان the particle with a spherical shape راح يقل the surface area the contact surface area من تقل the surface area يقل العفو the contact between the particles من يقل the contact
أتقل الـ interparticular forces, interactional forces, سواء كانت cohesive and adhesive forces, وبالتالي راح تتحسن الـ flowability. بينما إذا كان الشيء metal particles, flakes, يعني بشكل رقائق أو needles, فراح تزداد الـ contact surface area, وبالتالي تزداد الـ cohesive والـ adhesive force, وبالتالي أتقل الـ flowability. الـ particle density, الـ particle density شلون راح تأثر على الـ flowability of powder؟ بما أنه قلنا واحدة من الـ promoting of powder flow هو الـ gravitation force، معناته كل ما كانت الـ density مال الـ particles عالية كل ما كانت الـ flowability مالتها أفضل. يعني الـ high density particles راح تكون عندها high flow flowable if compared with the less dense particles، حتى لو كانت نفس الـ size نفس الشيء. surface morphology يعني مثلا قلنا surface إذا كان irregular أو rough راح يزداد interparticular interlocking، راح يزداد التشابك between the particles، ويزداد interaction يعني interparticular interaction، وبالتالي راح يأثر بصورة سلبية على the flowability. moisture content أو humidity راح تزيد cohesion والadhesion forces، وبالتالي راح تأثر بصورة سلبية على the flowability of powder. Diffraction between the particles اللي أقصد بيها the cohesion and adhesion force، كل ما زادت diffraction كل ما between the particles كل ما قلت the flowability of powder، سواء كانت diffraction between the particles themselves أو between particles and machine wall. الـ consolidate and expanded powder شلون راح يأثر على الـ powder flow؟ يعني مثلا هسه أنا عندي powder موجود بالـ container. الـ powder bed قلنا في حالة من الـ equilibrium between الـ driving force والـ drag force. من أنا أجي أسوي له مثلا هسا أنا عندي talc powder أو عندي starch، هسا أي تجربة مثلا بالبيت عندي كيس من الستارش وأجي أريد أفرغه بكونتينر، أوكي فرغت الستارش بالكونتينر، ملت الكونتينر وبقى جزء من الستارش بالكيس، أنا شو أسوي؟ أسوي vibration أو أسوي tapping للكونتينر على any table أو على الكاونتر، راح يصير شنو؟ راح يصير باكينج للبودر، يعني راح يتراس البودر مع بعضه. من راح يصير تراس للبودر؟ راح يشغل سبيس يختلف عن السبيس اللي كان شغله بالبداية، يعني كان ياخذ سبيس أكبر، هالمرة من راح أسوي له تابينج راح يقل، يعني يقلل الارتفاع مالته، يقلل الفوليوم مالته، راح يبقى سبيس أقدر أفرغ الجزء المتبقي من الستارج الموجود بالكيس إلى أن تنملي الكونتينر. معناها شنو؟ معناها أنه أنا من سويت باك للبودر أو كونسوليديت للبودر، إيش راح زيدت؟ سويت باك للبودر، زيدت صار تراس between the particles، يعني من صار باك بودر يعني ازدادت شنو؟ الفورسز، ازدادت الفراكشنال فورسز، ازدادت الكوهيجن والادهيجن فورسز بين ذا بارتيكلز، معناته شنو؟ قلت الفلاوبلتي مالت البودر، الا في حاله انه اكو بورز او اكو فراغات بين ذا بودر، بهيجي حاله ما راح تتاثر الفلاوبلتي اوف بودر، لانه راح الكونتاكت بين ذا particles راح تكون مو عالية، فما راح تتأثر الـ flowability of powder. بس أجي how can improve of powder flowability؟ وشون أحسن الـ flowability of powder؟ بما أنه قلنا particle size راح يأثر على الـ flowability of powder، فممكن أحسن الـ flowability
by alteration of particle size. يعني شنو أزيد ال particle size؟ شلون أزيد ال particle size؟ By adhere the particles together to form large multi-particle entity اللي هو granule. أحول ال particles powder ال powder particles to granules. أكبر ال size مالتها. إذا كبر ال size راح تقل الـ surface area, contact surface area, راح تقل الـ cohesion والـ adhesion force, وبالتالي تحصل في probability. ممكن أسوي alteration the size distribution. يعني إذا أنا عندي fine powder أشيل change أو portion من الـ fine powder وأستبدله بنفس الـ powder بس يكون coarse powder, أو يعني أزيد الـ coarse powder حتى شنو أغير الـ distribution مالت الـ particles. بعد ممكن أغير بال الشيب مالت البارتيكلز. قلنا لأنه مثلا أسويها سفيريكال شيب حتى أزيد الفروبلتي مالت البودر, لأن قلنا إذا كانت البارتيكلز والسفيريكال شيب راح تقل الكونتاكت سيرفيس أريا وبالتالي تقل الكوهيجن والأديجن فورسز وتتحسن الفروبلتي. أو ألتريشن بالتكستشر, يعني شنو أقصد بها تكستر؟ يعني surface morphology, يعني إذا كانت irregular أحاول إنه أسويها with regular surface, أو إذا كانت roughness surface أسوي لها يعني smooth surface حتى تقل ال interparticular forces between the particles and بالتالي تحصل probability مثل البودر. أو أغير بال alteration بال surface forces. شلون أغير السيرفيس فورسز؟ أقلل الإلكتروستاتيك شارج, يعني إذا كان شارج موجود على سطح مات البارتيكلز أنه أحاول أخفيها by connection to the air أو أمنعها. Decrease moisture content, قلنا بما أنه المويستر يأثر على الكوهيجن والأدهيشن فورس يزيدها, فإذا كان البودر بي مويستر أو بي هيوميديتي دائما أحاول أنه أسوي له دراينينج, أو إذا كان هايكروسكوبيك دائما أخذنا أو أسوي له بروسيس إن لو هيوميديتي إنفايرومنت. الفورميوليشن أديتيف, أقدر أضيف في المواد للفورميوليشن ممكن تحسن من الفلوبلتي مثل الجلايدنت أو الأنتي أدهيرنت اللابريكانت. إكزامبل عليها السيليكون أوكسايد المغنيسيوم أوكسايد, كل هذه المواد أو التالك بودر, كل هاي المواد راح تحسن من الفلوبلتي أوف بودر. أو ممكن أسوي alteration بال operation process مثل أستخدم إنه الفورس فيدر أو أستخدم vibration assisted hoover, كل هاي راح تحسن الفلوبلتي أوف بودر. هسه أجي على method of measurement of powder flow. أكو direct method أكو indirect method. Direct method هي مثل ال Hoover flow rate and recording flow meter. ال indirect method مثل أقيس ال cohesion وال adhesion measurement, أقيس ال shear strength, ال angle of repose and measurement of bulk density. إحنا بمختبرنا لهذا اليوم راح نركز على measurement of angle of repose and measurement of bulk density. يعني من measurement of bulk density و measurement of angle of repose ممكن نحسب أو نقيس flowability of powder. هسه أجي على measurement of angle of repose. إن angle of repose راح تتكون between the side of heap أو side of pile and horizontal surface. وطبعا دائما هي تتكون قلنا نتيجة الـ cohesive والـ adhesive forces, هي هاي الـ angle of repose. وأكو different method حق تنقيس الـ angle of repose ممكن تطلعون عليها بكتاب الـ Alto Pharmaceutics book, موجودة بالشابتر 12 بشابتر البودر فلو. أكون موجودة عدة طرق حتى نقيس فيها الأنجل أوف ريبوز, بس أنا هنا أنا حطيت لكم صورة التو ميثود
واحدة الـ Backlash and Corn Method and Character Method. هاي تقريبا مثل اللي كنا نشتغلها بالمختبر واللي المفروض أنتم تشتغلوها. أنا راح أحط لكم فيديو عن الـ Experiment of Measurement of Angle of Repose بمثل تشبه هاي الميثود الـ Backlash and Corn Method. يعني أخلون مثلاً البودر بالهوبر أو بالفنل، وبعدين هذا الشتر سداد، يخلون البودر يسوي له فيدينج هنا بالهوبر أو بالفنل ويعفوه 5 سكند حتى يصير سيتلينج، وبعدين open the shutter راح ينزل البودر from the funnel to the horizontal surface، وراح يكون شنو؟ راح يكون نيب. وقلنا إذا البودر كوهيسيف راح يكون ستيب هيب أو هاي هيب، إذا كان البودر نون كوهيسيف راح يكون اللو هيب. أوكي، ومن الأنجل أوف ريبوز يحسبون الفلوبلتي أوف بودر. شلون أقيسها الفلوبلتي أوف بودر؟ نقيس الهايت ماتش الكون بالمسطرة، ونقيس الديامتر مال الهوريزونتال سيرفيس، نقسم الديامتر على 2 حتى نحصل على راديوس، نقسم الهايت الارتفاع على نصف القطر الراديوس حتى نحصل على تان الانجل اوف ريبوز. هسه الـ Angle of Repose is not reliable method for measurement الـ Powder Flow. ليش إنه تعتبر الـ Angle of Repose not reliable method؟ لأنه قلنا أكو موجودة عدة method حتى نقيس الـ Angle of Repose، وقلت لكم ممكن تطلعون عليها بـ Chapter 12 بالـ Powder Flow. يعني نفس الـ Powder إذا أقيسه بأكثر من طريقة، بكل طريقة ينطيني في الفاليو شكل للأنجل أوف ريبوز. يعني نفس البودر إذا أقيسه بطريقة البتريديش أند كون ينطيني فاليو تختلف عن الفاليو اللي أقيس الفاليو مال الأنجل أوف ريبوز إن أنذر ميثود. يعني يعتمد على الميثود اللي أستخدمها. بعد السجريجيشن مات الماتيريال أو الباكينج مات البودر أو الأريشن أو الـ Air Entrapment of Powder ممكن رح يأثر على الـ Height مات الـ Cone، رح يأثر على الـ Height مات الـ Cone، وإذا أثر على الـ Height مات الـ Cone ممكن رح يأثر على الـ Value مالس الـ Angle of Repose. بس هي يعني لا زالت الطريقة معتمدة ويستخدمونها بالبحوث، لأن هي تكون simple و easy و most widely used for measurement of angle of for measurement العفو الـ flowability of powder. بعد ما نحسب حسبنا الـ value مال angle of repose، أجي أشوف إيش قد طلع عندي الـ value مالت الـ angle of repose. إذا كانت less than 25، يعني إذا كانت الزاوية أقل من 25 معناتها الدرج عنده excellent flowability. إذا كانت more than 45 معناتها البودر poor flowability. هسه نجي على determination of powder flow based on bulk density. البودر flow can be determined from initial bulk density. الـ initial bulk density يسموها world bulk density، والـ final bulk density يسمونها tapped bulk density. يعني شلون شرحنا مثلا؟ قلنا إذا بودر موجود بعلبة كونتينر ورما أسلط عليه vibration أو أسوي له tapping راح يتغير الـ space أو الـ volume اللي شغله، يعني before tapping and after tapping. يعني قبل التابينج راح يشغل volume أكثر مما يشغل
من الفوليوم اللي شغله after tapping. هذا الدفرنس بالفوليوم هو نفس المبدأ اللي نعتمد عليه حتى نقيس البورد بولك دنسيتي and البولك الفاينل التاب بولك دنسيتي. البورد بولك دنسيتي من نحسبه الدنسيتي هو أصلاً نحسبه من قسمة الماس على الفوليوم. فهذا الفوليوم هو الانيشال فوليوم يعني قبل التابينج. التاب دنسيتي نقسم الماس اللي هو نفس هذا الماس على الفوليوم after tapping يعني الفوليوم after vibration، وراح يقل الفوليوم قلنا. الجهاز اللي نستخدمه هو هذا الجهاز اللي اسمه سكوت فوليومتر حتى يقيس لنا البولك دنسيتي. وهم خليتكم راح اخلي لكم فيديو على الاكسبيرمنت، هي احنا يعني لو شان تضرب زينه شان اشتغلناها بالمختبر، لان هذا الجهاز موجود عندنا بالمختبر اللي هو السكوت فوليومتر شان اشتغلناها، بس راح يعني بعد ما في اليد الحيله راح اخلي لكم اياه كفيديو موجود يعني بالجوجل كلاس، ممكن ترجعوا له وتشوفون الاكسبيرمنت بالفيديو. وهذا الجهاز اسمه التاب دنسيتي تيستر، يستخدموه حتى يقيسون التاب تاب بولك دنسيتي. من البورد بولك دنسيتي والتاب بولك دنسيتي نحسب الهاسنر ريشيو بقسمة التاب دنسيتي على البورد دنسيتي حتى نحسب الهاسنر ريشيو. الكارز اندكس يحسبونه من طرح التاب دنسيتي، نطرح من عندها البورد دنسيتي ونقسمها على التاب دنسيتي ونضربها في 100% حتى نحصل على الكارز اندكس او ما يسمى بالكومبريسيبلتي اندكس. بعد ما طلعنا الهاسنر ريشيو والكارز اندكس اكو جداول ثابته من الريشيو من هاسنر ريشيو من الكارز اندكس، ممكن نشوف البودر اذا هو good flowable أو bad flowable. إذا كان الـ value مع الـ Hassner ratio أقل من 1.2 معناتها الـ drug عنده good flowability. إذا كان الـ Hassner ratio more than 1.5 معناتها هو poor flowable more than 1.5. الـ compressibility index إذا كان more than 38% معناتها poor flowable border، أما إذا كان less or equal 10% أو 15% معناتها الـ border عنده good flowability. هسه نجي على الفاكتورز اللي ممكن تأثر على الكارد اندكس اند هاسنر ريشيو. ممكن الدياميتر مال السلندر يوزد ممكن تأثر، هاي السلندر ممكن الدياميتر مال السلندر تأثر، ممكن الويت او الماس مالت الماتيريال المستخدمة راح تأثر، النمبر اوف تابينج شقد عدد مرات التاب، انه يسوي سيتنج للماشين انه يصير له تابينج مثلا شقد 50 مرة 100 مرة. اذا كان 100 مرة الفوليوم اللي راح يشغل البودر يختلف عن الفوليوم اللي شغله بالخمسين تابس. الروتيشن مالت السامبل during tapping يعني حركة السامبل او البارتيكلز خلال الفايبريشن او خلال التابينج راح تأثر كلها على الكاردز اندكس وعلى الهسنر ريشيو. هسه نجي على البروسيجر فور فلو ميجرمنت. اول شيء اجي على الميجرمنت اوف انجل اوف ريبوس. شلون يقيسون الانجل اوف ريبوس؟ يقيسوها باي ذس ماشين، طبعا هذا الماشين موجود عندنا بالمختبر، ولو كانت الظروف يعني زينه كان اشتغلنا الانجل اوف ريبوس حتى تشوفوها، بس هذا المبدا مالته هاي الماشين اللي يستخدموها، وهذا شكل تخطيطي. عفوا، هذا شكل تخطيطي شلون انه يسوون فيدينج
للباودر، يخلون فد سامبل اوف باودر، الوزن مالته راح يكون من الرينج مالته من 50 إلى 100 جرام من الباودر، يخلونه بالفنال او بالهوفر، بعدين يسوون يعني الشتر لازم يكون كلوز مسدود، يعفون البودر فور سيتلينج فور 5 سكند حتى يصير له سيتلينج، بعدين يفتحون اذا كان اني كلامبس يعني اي تكتلات موجوده بالبودر يحاولون يسوي لها ريموفينج، بات افويد جريندينج لان الجريندينج راح ياثر على البارتيكلز، راح ياثر على سايز مات البارتيكلز، ممكن ياثر على الفلوبلتي مات البودر، ما دام ياثر على جريندينج معناتها ديكريز بالسايز، واذا صار ديكريز بالسايز مات البارتيكلز راح ياثر على الفلوبلتي. راح نفتح الشتر مات المشين، راح يصير فلوينج للبودر، راح يصير فورينج للبودر from funnel to the horizontal surface. نقيس راح يتكون عندنا هنا هيب، الهيب راح يتكون نقيس الهايت مالته ونقيس الدايميتر مالت البيس او الدايميتر مال الهوريزونتال سيرفيس اللي نزل عليها البودر، وباي يعني نطلع التان مالت الانجل اوف ريبوز بقسمة الهايت على النصف القطر او 0.5 من الدايميتر حتى نحسب الانجل اوف ريبوز، ونرجع للجداول ايش قد طلعت لنا قيمة الانجل اوف ريبوز، اذا اقل من 25 معناتها انه البودر عنده هاي فلوبلتي، واذا كانت مور دان 45 معناتها هو بور فلوبلتي. هسه نقيس الميجرمنت اوف بودر فلوريت، شلون نقيس البودر فلوريت؟ نعيد نفس الاكسبيرمنت بس هالمرة نحسب ايش قد ثاني اخذ البودر حتى ينزل from the funnel to the horizontal surface. نقيس التايم ونقسم الوزن مالت السامبل المستخدمين او الوزن مالت البودر ايش قد احنا مستخدمين على التايم راح يطلع البودر فلوريت. The measurement of bulk density. شلون نقيس bulk density by this machine اللي نسميه السكوت فوليوميتر. أول شيء هذا شنو كيوب أو كب، العفو سلندريكال كب، ناخذ هذا الكب. أول شيء ناخذ الكب السامبل ريسيفينج كب، نقيس الوزن وهو فارغ نازنه، بعدين نخلي البودر بالفنال مات المشين أو بالهوبر مات المشين، نخلي اكسس من البودر يعني مو فد وزن معين، وبعدين نسمح للبودر إنه يصير له flowing to the sample receiving cup إلى أن اكسس من البودر ينزل إلى أن يصير للبودر overflow. بعدين ما صار البودر overflow نجي نستخدم السباتولا، بس نستخدم الحافة مالتها اللي تكون حادة حتى نريموف اني اكسس اوف باودر، بس نحرص هالمرة نخلي انه السباتولا perpendicular يعني بصورة عمودية حتى يعني نزيل اني اكسس اوف باودر وما خليها بصورة horizontal يعني ما خليها بصورة افقية حتى لا يصير any removing of powder from the cup، وحتى ما يصير packing للباودر يعني قلنا الباكينج ممكن يأثر على الباكينج مع البارتيكلز وبالتالي راح يأثر على الفلوبلتي مال البودر. بعدين إذا كان material موجودة على inside مالت الكب نحاول نسويها removing، ورا ما يعني remove any excess of material ناخذ الكب ونوزنه مرة ثانية ونطرح الوزن مالته، من الوزن مالته هو فارغ راح يطلع لنا الماس مالت البودر.
نحسب البالك density بقسمة الوزن هذا اللي طلع لنا، نقسمه على الفوليوم مالت الامتي كاب، العفو نقسمه على الفوليوم مالت الامتي كاب. الفوليوم مالت الامتي كاب هو ثابت 25 مول، فمن البالك density ممكن نحسبها من قسمة الماس اللي طلع لنا اللي حسبناه، الماس اللي حسبنا انقسمه على الفوليوم اللي هو يعتبر فوليوم ثابت 25 مول حتى نحسب البالك density. measurement of tap density نستخدم هذا المشين اللي هو التاب density tester. نخلي loading of powder into graduate cylinder، نخلي 100 جرام من البودر سامبل ونسوي سيتنج للمشين انه نسوي تابينج 10 تاب و 500 تاب and 1250 تابس، وبعدين نحسب الفوليوم after 10 تابس نسجل فوليوم، after 500 تابس نسجل فوليوم، and volume after 1250 تابس. زين نحسبهم، بعدين نجي نقيس الدفرنس بالفوليوم after 500 tabs and 1250 tabs. إذا كانت أقل من 2 مول معناتها الفوليوم after 1250 tabs هو التابد فوليوم. إذا كان الدفرنس بالفوليوم between after 500 tabs and 1250 tabs أكثر من 2 مول معناتها أحتاج إنه بعد أسوي setting the machine for more tapping مثلا 1250 tabs حتى ال difference between ال 500 tabs and 1250 tabs يكون أقل من 2 مول. أستمر بالتابينج إلى أن أحصل على difference بالفوليوم between 500 tabs and 1250 تاب أقل من 2 مول. متى ما أحصل على difference أقل من 2 مول يلا أوقف التابينج. هسه نحسب التاب density بقسمة يعني قسم الوزن على الفوليوم. الوزن منين أجيبه؟ هو أصلا عندي أنا خليت 100 جرام. الفوليوم اللي هو هالمرة هنا أستخدم التاب فوليوم. التاب فوليوم قلنا نحسبه من البروسيجر عليها، ورا ما حسبنا التاب دنسيتي وبالسكواد فوليوم حسبنا البولك دنسيتي. من البولك دنسيتي والتاب دنسيتي ممكن نحسب الكارز اندكس والهاسنر ريشيو. من الهاسنر ريشيو والكارز اندكس والفاليو مالتها نرجع للجداول ونشوف اذا البودر عنده جود فلويبلتي او باد فلويبلتي.